السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده حوريك ازاي انا غيرت لون الفرامل، الكاليبر بتاع الفرامل الاحمر، وطبعا غيرنا التيل برضو. هنحتاج بس العدة بتاعتك وصنفرة، وممكن تجيب الدوكو والبرايمر من اي محل دوكو او من على امازون. طبعا الموضوع سهل وبسيط، مش هتحتاج تفك الكاليبر من مكانه، الموضوع ده كله عملناه والكاليبر راكب من غير ما تفك خراطيم ولا ننقص زيت. فأول حاجة تعملها بعد ما ترفع العربية وتفك العجلة طبعا، هقرب لك دلوقتي تشوف الكاليبر شكله ايه. هو ده اللي قدامك، مصدي طبعا وحالته غلبانة شوية. الكاوتش دوت خلي بالك منه جدا، لان هو لو مقطوع هتحتاج تغيره. الفتحة دي بتشوف منها التيل سمكه قد ايه، هوريك في صورة دلوقتي التيل ده بيبقى شكله ايه وبيشتغل ازاي. ومن هنا برضو بتشوف ان هو متاكل، لان هو المفروض بيبقى بارز شوية لبره. هنا بشاور لك قصدي بايه، ان هو مش بايت في مكانه، شايف الفرق دوت، ده علشان التيل متاكل فتدخل لجوه. اول حاجه نعملها ان احنا نفك المسمارين بتوع الكاليبر اللي انا شاورت لك عليهم في الاول، وخلي بالك طبعا ما تتعفاش على حاجه عشان مفيش حاجه تتكسر. احنا شغالين على العجله اللي قدام، فممكن وانت شغال عليها تلاقيها بتحود منك يمين وشمال، فانت بسهوله خالص ممكن تلوك الدركسيون، تشيل المفتاح من الكونتاكت وتلوك الدركسيون، بحيث ان انت وانت بتفك او بتقرط على حاجه ما تلفش معاك، بحيث ان العجله تبقى ثابته في مكانها. انت ممكن طبعا تستخدم حاجة زي WD-40 او اي شيء زيه، ان انت تلين بس المسامير عشان تفك معاك اسهل شوي. وانت دايما بتحرك الكاليبر في اي اتجاه بعد ما تفك المسامير، خلي بالك دايما وعينك على الخرطوم بتاع الفرامل، ما يتنيش، ما يتقرصش عليه، ما يبقاش متعلق منه الكاليبر، لان طبعا الخرطوم لو اتقطع او اتصاب باي حاجة هتحتاج تغيره وهيوقع منك زيت وهتبقى قصة تانية. فخلي عينك دايما على الخرطوم اللي بيوصل الزيت للكاليبر. انا هنا بوريك البيستم دوت اللي انا بشاور عليه، ده اللي لما انت بتدوس فرامل بيضغط على التيل، وده اللي انا بشاور لك عليه دلوقتي. التيل هو ده التيل اللي احنا عايزين نغيره يمين وشمال. هحط لك صورة دلوقتي اشرح لك التيل فين مكانه بالظبط. التيل هو اللي متلون بالاحمر، والطنبورة هي اللي متلونة بالازرق. اللي بالازرق ده بيلف مع حركة دوران العجلة، ولما انت بتدوس فرامل البستم اللي انا قلت لك عليه في الكاليبر بيدوس على التيل اللي هو اللي بالاحمر، فيعصر او يضغط على الطنبوره اللي بتلف اللي هي بالازرق في النص، بيبقى عامل زي ساندويتش بيضغط عليها فالعجله بتبطل تلف. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نطلع التيل القديم، وده طبعا راكب مكانه بقاله سنين فمصدي وقافش جدا، فبتحاول تلاقيه كده بالراحة تشوف أي طريقة تطلعه بيها بسهولة. وخلي بالك ما تدقش أو تجرح الطنبورة اللي هي بتلف، لأن لو اتعمل فيها أي انبعاجات أو أي خربشة أو أي أضرار بتفرق في الفرملة. فأنت دايما التعامل بتاعك بيبقى مع التيل القديم، لكن ما ابعد تماما عن الطنبورة.
دلوقتي انا بدأت اعمل اول خطوة للدهان بتاع الكاليبر. انا نزلته زي ما هو، انا ما ركبتش لسه التيل الجديد، نزلت الكاليبر وبدأت اصنفر فيه. طبعا انت لو ما عندكش الشنيور دوت او المسدس والصنفرة، ممكن تشتغل عادي خالص بصنفرة ايد بلدي عادي خالص، تصنفر السطح. الفرق، الفكرة كلها ان انت بتصنفر السطح علشان يبقى اللي انت بتشتغل عليه هو المعدن، مش التراب ولا الطين ولا الكلام ده كله. فانت هتفضل تصنفر بايدك كويس لحد ما تبقى شايف قدامك المعدن نظيف بتاع الكاليبر. وبحاجة زي اي سفنجة او اي حاجة عليها شوية كحول، بتحاول تنظف المعدن، بس تبعد طبعا الكحول والمنظفات عن اي جلد، لان دوت ممكن يعمل تشققات في الجلود بتاعة الكاليبر. هنا في أماكن ما عرفتش أوصلها بالشنيور، فطبعا دخلت بالصنفرة العادية طبقتها وبدأت أصنفر في الأماكن اللي ما المسدس أو الشنيور ما عرفش يوصلها. هنا الفرق بدأ يبان، طبعا عندك الجزء اللي هو بدأ يبقى شكله نظيف ده اللي اتصنفر. الجزء الخلفي اللي طبعا مش هيبقى مهم ان هو يتدهن، مش هيبقى باين اصلا شايف منظره عامل ازاي من الصدى، فده مش مهم يتصنفر قوي يعني. لكن طبعا المنظر بتاع الكاليبر من قدام جميل جدا، المعدن نفسه بقى باين زي الاول. هنا انا بفك القواعد بتاعة التيل بتاع الفرامل او بيسموها البسكوتة، ده القديم بفكها، والجديد بيبقى جاي معاها الجديد برضه. دلوقتي احنا عايزين نرجع البس المكان، هو طالع لبره علشان التيل كان اتاكل، فاحنا دلوقتي التيل الجديد فيه سمك اكبر، فمحتاجين نرجع البس المكان لجوه. بتطمن مفيش مساحة حوالين الجلدة اللي انت شايفها دي، الدنيا تمام. في طرق كتير قوي ترجع بيها البيستم. انا عندي الآلة اللي بستخدمها دي، بحط تيل قديم وبحط الآلة دي على الكاليبر وببدأ أقرط عليها زي ما انت شايف بالراحة، واحدة واحدة البيستم بيخش تاني مكانه. بنستخدم شحم سيليكون على المسامير اللي احنا كنا فكناها قبل كده، وبنحطهم برضو على الظهر بتاع التيل. طبعا ما بنحطوش مكان ما التيل بيلامس الطنبورة، عشان هما لو لمسوا بعض وفي ما بينهم شحم مش هيبقى فيه فرامل اصلا. خلي بالك ما تستخدمش شحم عادي، علشان الشحم العادي مع الوقت والحرارة بتاعة الفرامل بينشف وبيخلي الدنيا صعبة جدا انك تفكها بعدين. لازم الشحم اللي تستعمله اسمه شحم سيليكون، غير كده الشحم العادي بيأثر على العمر بتاع الكاوتش. انا قصدي هنا كاوتش، طبعا كاوتش وجلود الكاليبر مش الكاوتش بتاع العجل. فاتأكد ان انت بتستخدم شحم مناسب للفرامل، اللي هو شحم اسمه سيليكون بيزد او شحم سيليكون. ده مكان ما بنحط الشحم على التيل، بنحطه على ظهره زي ما قلت،
وبنحط مكان ما بيلامس البسكوتة أو القواعد بتاعته علشان يبقى حر الحركة، لما تدوس فرامل يقفش على الطابورة، ولما تسيب ما يبقاش عنده مشكلة في إن هو يرجع مكانه. طبعا تاخد بالك إن أنت تحطه صح مع التدويرة بتاعة الطابورة، ما تحطوش بالشقلوب. وادي شكل التيل الجديد. طبعا في فرق كبير ما بين التيل الجديد والتيل القديم. هنا انت بتقرط على المسامير بتاعتك، بس ما تقرطش بزيادة، هو بس انت دوبك تشبطها وتقرط تقريطة بسيطة. هنا انا بنضف زيادات الشحم، وبتطمن وتأكد ان مفيش شحم او اي حاجة على الحديد اللي احنا صنفرناه، علشان احنا هنبدأ دلوقتي نرش عليه البرايمر وندهنه. فطبعا لو في اي حاجة لزجة او اي حاجة عازلة زي الشحم، ده هيخلي الدهان ما يلزقش. هنا لازم تخلي بالك ان الحاجات دي تبقى متغطية، الجزء ده بالمسمار، وده اتاخد منه الهواء، وده خرطوم الكاليبر، وطبعا المسمار بتاع الكاليبر مش هقول لك عليه دلوقتي. كل الحاجات دي لازم تبقى متغطية وما يجيش عليها البرايمر ولا الدهان بتاعك. فبنستخدم زي اي كيس بلاستيك عندك، وتغطي بيه الكاليبر زي ما هوريك دلوقتي. وزي ما قلت لك، تطمن ان الاجزاء اللي قلت لك عليها تبقى متغطية علشان ما يجيش عليها الجيب. هنا بنستخدم زي سلوتيب أو أي حاجة تلزق الكيس البلاستيك مكانه. أنت لو عندك أستك أو الكيس البلاستيك ماسك نفسه شوية، هتلاقيه بيثبت مكانه من غير ما تحتاج تلزقه. دلوقتي بعد ما ثبتنا الكيس البلاستيك، هنبدأ نرش البرايمر. خلي بالك ان انت ما بترشش وايدك ثابته، دايما ايدك بتتحرك. ممكن برضه لو انت تحط حاجه في الارض، علشان ساعات السبراي بيبان على الارض، فلو انت عايز تحافظ على المكان تحتك، حط كرتونه او اي حاجه تمنع الدهان او البرايمر والدوك يقع على الارض. ده الشكل بعد حوالي 3 طبقات برايمر. بتحط وتستنى ينشف، وتحط تاني برايمر وبعد كده تستنى ينشف. دلوقتي احنا هنبدأ نحط الدوكو نفسه أو اللون نفسه، وطبعا نفس الكلام، ما ترشش أبدا وانت ايدك ثابتة في مكانها، وتحط كذا طبقة، تستنى الدهان ينشف بين كل طبقة وطبقة. بعد ما خلصنا كل الطبقات بتاعة الدهان، بنحط جلوس، ده عشان تخلي اللون الأحمر يلمع وميبقاش لونه مطفي.
بعد كده بتشيل طبعا الكيس البلاستيك على مهلك خالص، تطمن ان كل حاجة في مكانها وان كله تمام، وتقفل العجلة زي ما كانت، وطبعا تاخد العربية بتاعتك تجرب الفرامل وتشوف اذا كانت الدنيا كلها ماشية زي ما انت عايز. وده بيبقى المنظر بعد ما تركبها طبعا.